السلام عليكم دكتور عربي محمد، بحييكم. هنتكلم النهارده حوالين التسويق في المجال الطبي، الماركتنج ان هيلث كير. التسويق ده احد العناصر المهمه جدا لنجاح اي مشروع في الاستثمار بشكل عام، في اي مؤسسه عشان ينجح لازم يبقى فيه بلان للتسويق، لازم يبقى فيه خطه واضحه للتسويق، رايت. لكن احنا في المجال الطبي، ايا كان المشروع في المجال الطبي، ايا كان زي ما قلنا قبل كده، سواء مشاريع صغيره او متوسطه او مشاريع كبيره، من المركز الطبي لمركز اشعه لعياده لمستشفى صغيره ومستشفى كبيره لمجموعه مستشفيات لمصانع، المهم يعني ده لازم يبقى له ماركتنج استراتيجي من البدايه، من الاول خالص، من قبل ما نبدا. خد بالكم انت عشان تنجح لازم تبدا الماركتنج بتاعك قبل ما تبدا المشروع بتاعك، قبلها بفتره، عشان لما تبدا الناس تكون اوريدي عارفه ان في بروجكت هيبدا او بدا او كامينج سونر، رايت. بليز ما تبداش المشروع ومش في دماغك للماركتنج، لازم لما تبدا مشروعك يكون الماركتنج كامبين بتاعتك بدات بالفعل قبلها بفتره، تمام. لازم تعمل ماركت اناليسيس كويس قوي، لازم تحلل السوق اللي انت مستهدفه وتشوف التارجت سيجمنت اللي انت عايزها، وتشوف وتختار ذا بيست ميثودولوجي تو ريتش ذا سيجمنت باقل تكلفه باعلى فيدباك بافضل ايمج، رايت. احنا عندنا في اربع حاجات، اربع خطوات ورا بعضهم سلسله دايره كده في الماركتنج. فيرست، اول حاجه اللي هي تو نو، ان الناس تعرف. طيب الناس ازاي تعرف ان في مستشفى كذا؟ دي من خلال الماركتنج كامبين اللي بتتعمل زي ما قلنا، في طرق كتير جدا، من خلال من خلال السوشيال ميديا المختلفه، الفيسبوك، تويتر، الانستجرام، من السناب شات، التيك توك، اليوتيوب، الجوجل ادز، كل ده ديجيتال ماركتنج. وفي برنت اوت، الصحف، وفي طبعا الراديو والتلفزيون، وفي الاوت دورز، تمام. وفي الهاند ان هاند، الحاجات اللي هي طبعا الورقات اللي بتوصل من خلال والاس ام اس طبعا، رايت. الى جانب الحاجات الجديده يعني حاليا دلوقتي حتى الواتساب بيشتغل، يعني بيشتغل في الماركتنج، رايت. المهم ان هو فريق الماركتنج يعمل تحليل صح للبرودكت بتاعه والتارجت سيجمنت عشان يحط بلان ازاي يوصل للعملاء بتوعه باقل تكلفه باعلى فيدباك، ازاي توصلهم من خلال طرق مختلفه. ده القرار بتاع الماركتنج تيم، رايت. اذا فيرست ستيب تو نو، سكند ستيب تو لايك، ان العميل لما تجي له او يجي له الاعلان بتاع المؤسسه يعجب بالاعلان ويعجب بالمؤسسه. لما كل ما يكون الاعلان لطيف ومعبر وجذاب وبيدي صورة وانطباع حلو ومؤثر، رايت، العميل بينجذب للمؤسسة دي قبل ما يعرفها، قبل ما يوصل لها، قبل ما يروح لها، رايت. بيبني في خياله وفي عقله الباطن صورة كويسة، رايت. ما ننساش اني نسبة كبيرة جدا من الماركتنج ديسيجن ميكرز في الاسر بشكل عام الفيميل. والنقطه دي ما تعبش رجال عشان محدش يزعل، يعني رايت. ان في اسر كتيره اللي بتاخد القرار في الماركتنج او في التسويق هي الزوجه او الام او كذا وكذا وكذا وكذا، ماشي. اذا برضه لما نيجي نعمل ماركتنج اناليسيس ما ننساش الفيمينين ماركتنج ثينكينج، في جزئيه الماركتنج في الايمج نفسه، رايت. فحط ايمج والتسويق بطريقه لطيفه وبطريقه جذابه وبطريقه مقنعه وبطريقه تخلي العميل ينجذب للمؤسسه دي، يحبها من قبل ما يشوفها، رايت. خلاص العميل سمع عنها، حب الاعلان، حب اللي يعرف المؤسسه دي ايه، بالخدمه، بكل حاجه، خلاص هيروح المؤسسة. الخطوة اللي بعدها اللي هي تراست. الصورة الذهنية اللي برسمها في خيال العميل بتاعي لما يجي المؤسسة لازم يلاقيها هي اللي بوصلها له، اوعوا توصل صورة مختلفة، او لما يجي يلاقي الواقع
اقل من الصوره اللي رسمها، دي هتبقى كارثه. انت لما تقول انا مستشفى ستاندرد في كل حاجه، ماشي، يبقى يروح العميل لا المستشفى ستاندرد في كل حاجه، ماشي. لما تحط في الاعلان صور معينه للمستشفى، لازم تكون صورة بتاعتك انت مش بتاعت مكان تاني، ماشي، لان العميل مش هينسى. لما تحط الصوره في الريسبشن او هتفر في اي مكان في المستشفى، لازم تكون بتاعتك انت، عشان العميل لما يروح خلاص هو فعلا هي نفس المستشفى، right؟ من بداية الباركينج، انه هو يركن العربية، لدخوله في الريسبشن، لدخوله مناطق الخدمة، للدفع، لكل حاجة، للبروسيس كلها اللي بتتم، لازم تكون ستاندرد ايديال كل حاجة. العميل عايز منك ايه؟ العميل عايز من المستشفى افضل خدمة بأعلى جودة بأقل تكلفة ممكنة في أقل وقت ممكن في الوقت المتاح له، ويرجع لشغله أو لبيته أو لأسرته أو لأهله، تمام، معافى تماما وقادر على الإنتاج في أسرع وقت. سيمبلي، هي ده التعريف البسيط المبسط. المريض مش محتاج من المؤسسة أكتر من كده. عامله كويس، قدم له خدمة كويس، وخليه يدفع ريزونبل برايس، ماشي، عشان يرجع لصورته بسرعة. ما ننساش عامله كويس، اخلي الفريق كل العامل، المعاملة مهمة جدا. التاتش انفستمنت، ازاي تستثمر التواصل الايجابي المريح المهذب مع العميل، ده كي فاكتور. انت ممكن تخلي العميل مثلا تكلفة مش عالية قوي، بس المعاملة زفت، والله ما هيجي تاني، مش هيجي تاني، اوكي. لكن لو كانت التكلفة معقولة والمعاملة كويسة جدا، هيجي تاني وثالث ورابع وهكذا. فبليز التاتش انفستمنت، عملية التواصل مع العملاء لازم تكون لطيفة ومهذبة من كل الفريق. وفي جزء مهم جدا هنا في الجزئية دي، اللي هو فريق البابليك ريليشن، وده ممكن نتكلم عليه في وقت تاني. دور العلاقات العامة وخدمة العملاء في التحرك الميداني داخل المستشفى، ان هو عشان نكتشف ان في عميل متضايق، ان عميل في عميل مش مستريح، في عميل اتاخر على الخدمه بتاعته، في حاجه مضايقاه، اوكي. ممكن يكون في لمبه في الحمام محروقه في الاوضه بتاعته، هو محرج او مش عايز يقول او حاجه زي كده، ماشي. لازم البابليك ريليشن اللي هو بيتحرك ميدانيا، ودوره برضه ممكن نتكلم عليه في وقت تاني، ده مهم جدا عشان تكتشف الاخطاء البسيطه جدا اللي هي ممكن تخلي العميل يقول المكان ده مش كويس ومش هتكلم. على فكره نسبه كتيره جدا دي فاينانشال، سوري معلش، دي ستادي اوريدي اول اوفر ذا وورلد، ان في نسبه كبيره من العملاء ما بتشتكيش، 13% بس اللي بيقولوا في شكوى. 13 من، يعني لو في 100 عميل مش عاجبهم الخدمه، في 13 بس اللي بيقول بيتكلموا، والباقي 87 ما بيتكلموش، رايت، و87 ما بيتكلموش دول مش هيرجعوا تاني على فكره، رايت، قصه تانيه. مش هما بس مش هيرجعوا، مش هيرجعوا، وفي عملاء تبعهم مش هيجوا للمؤسسه. فتيك كير، ما دونت مس العملاء اللي ممكن تكون غير راضيه. اذا لازم نوصل لاعلى درجه من التراست، الثقه، اثناء تلقي الخدمه الطبيه. ودي نجاح للمؤسسة، إن العميل لما يدخل، مجرد ما يدخل من عند لحد ما يخرج، يشكر في كل حاجة في المؤسسة، كل حاجة فيها، رايت. النقطة الرابعة اللي هي ذا وورد اوف ماوث، شطارتي بقى، شطارتي أنا كفريق وكإدارة وكناجحة وكسي اي او وكماركتنج تيم، إزاي من خلال تاتش انفستمنت، من خلال التواصل الحلو الجذاب المحترم مع العملاء بتوعي، اخليه هو اللي يتكلم على المؤسسه بتاعتي بطريقه ايجابيه في المجتمع. لما ليدي، ا بيج ليدي او فيري فيموس ليدي في المجتمع، يعني سيده اعمال، وزيره، ايا كان البوزيشن بتاعها، وتيجي مستشفى وتتلقى خدمه ممتازه جدا، وبعد ما تمشي المستشفى تروح في النادي بتاعها او في اي مكان او على السوشيال ميديا بتاعتها، على الصفحه بتاعتها، تقول والله المستشفى اللي رحتها شيء اتس وندرفول، هايله، اتس ذا وورد اوف ماوث.
هنا انا بسميها ماشي your own marketing agency، يعني دي المؤسسة الدعائية الخاصة بيك انت. ازاي تخلي العميل بتاعك يتكلم عنك انت بطريقة هايلة، ودي قمة الشطارة وقمة the best area for quality، ان يخلي العميل بتاعي هو اللي بيعمل ماركتنج ليا، رايت؟ الخلاصة الماركتنج فن، التسويق ده فن، علم، وشق مالي مهم جدا. مفيش مشروع استثماري خاص بينجح إلا من خلال ماركتينج بطريقة بروفيشنال وبطريقة احترافية. أتمنى التوفيق للجميع، نلتقي مرة أخرى بإذن الله إن شاء الله. تحياتي.